انت وحشتني يا بليغ. صحيت من النوم لقيتك وحشني فقلت اجي اشوفك. ده بقى سبب الزياره. بس انت صغيره قوي على الكلام ده. وانت مش كبير يا بليغ، مش عايز تدي نفسك فرصه معايا ليه؟ وانا مش عاجباك. ده هو الاجابه على السؤال. ده هي المشكله. في حد تاني؟ مش الفكره. بتخاف؟ ما بخافش. امال ايه؟ بخاف. صباح. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. انا همشيك. اها استنى رد تخش عليا. باي باي. باي باي يا طنط. نايس تو ميت يو. وبتقول لي يا عم معلش انت مش قلت انك هتيجي؟ انا قلت اعملها لك مفاجاه يا بليغ. والله مفاجاه جميله. بصي 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 الشغل كله انا حاطط كل الحاجات قدامي في الحسابات والدفاتر. انا لازم امشي. لا 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 لا. طب يعني ما يصحش ما يصحش. انت لسه جاي؟ نقعد نشرب حاجه مع بعض. اهري فك بقى. اوبا بس حلوه الحته البيضاء موريش دي. انا مش عارف عمك بيجيب صحه لكل الحتت دي منين. هو تقريبا الراجل الفاشل في مغناطيس بيكذب الستات ليه؟ الله. طب ما انا فاشل اهو ما بكذبش حد. انت محتاج تجتهد جامد. انا طب مش خايف اتخصم لك؟ تخصم لي؟ يا راجل بلاش قله قيمه يا راجل انت. اتفضلي. ايه ده؟ حلوه هتحبيها. لا بس واضح جدا انك ماشي على العلاج. انت بتشتغل هنا؟ والله. واللي قبلها كانت بتشتغل هنا وجاية تقبض المعاش. دي ياسمين صاحبة ولاء، يعني عيلة بالنسبة لي. بس مش ده اللي كان باين. الدكتورة لازم تصدق المريض بتاعها، والا اللي بتتكلم بقى دي مش الدكتورة. بقول لك ايه يا بليغ، مش كل حاجة تقلبها زهر عشان تهرب. قولي لي بجد بجد بجد، حصل؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ أنا بقول ده لمصلحتك، ولو مش عايز تسمع الكلام هتنتكس يا بليغ. انتكس؟ اه هتنتكس. عموما أنا غلطانة إني جيت من غير ما أتكلم. إيه بس القفش ده؟ مين قالك أنا قفشة؟ أنا زي الفل أهو. طيب خلاص ما تزعليش. يا أخي أنا مش زعلانة ولا في أي حاجة، أنت في إيه؟ ياما مرضى بيمشوا بدماغهم بيرجعوا لي يعيطوا في الآخر، وأنت واحد منهم يا بليغ. أنت حر. بالراحة بالراحة، نتفاهم. نفتح صفحة جديدة. وبداية جديدة. سوري اني جيت من غير ميعاد يا بليغ. فريدة ده ايه اليوم العسل ده؟ طب انا اتأخرت ولازم اروح العيادة. ليه؟ ليه؟ دي فريدة يعني ده اللي انتوا تعرفوا بعض. ايوه انا رحت لك العيادة وحذرتك، فاكرة؟ طبعا فاكرة، كان عندك حق.